قالت وزارة الإسكان إنها تعمل على تعميم فكرة الأسطح المشتركة التي تم تطبيقها في مشروع مدينة شرق الحد، لما تميزت به هذه الفكرة من فلسفة في التصميم ساهمت في زيادة الأمن والسلامة المرورية في مدنها ومشاريعها الإسكانية. وأوضحت الوزارة أنه تم تناول هذه الفكرة من وجهة نظر الهندسة المرورية التي تركز على تغيير سلوك السائق وفق تصميم يسعى إلى تغيير طريقة عمل الشوارع السكنية ويساهم في الحد من سرعات السيارات ويشجع السائقين على التصرف بشكل أكثر ملائمة تجاه المشاة. كما أكدت الوزارة أن فكرة الأسطح المشتركة تؤثر على سلوك الأفراد في حركة المرور بشكل إيجابي، كما إنها تعمل على خفض معدلات الحوادث والتلوث البيئي، وتعزز من ناحية أخرى ثقافة المشي لتسهم في خلق مجتمع صحي ورياضي. تم تطبيق فكرة أسطح المشتركة في مملكة البحرين لأول مرة بهذا الحجم في مدينة شرق الحد، بطول 52 كيلومتر واللي يشكل 80% من الشوارع الداخلية بمدينة شرق الحد. مفهوم الأسطح المشتركة هو الحد من هيمنة المركبات في الشوارع، فالهدف منه هو تغيير سلوك السائقين من ما يعزز السلامة والتواصل مع المشاة ومرتادي الدراجات الهوائية. فهي تعتبر شوارع سكنية، وهذه الأسطح المشتركة دائما تخصص للمناطق السكنية، ولأن مهم فيها بشكل أساسي ارتفاع في معدلات مستخدمين المشاة. يأتي هذا التصميم بهندسته، بمنحنياته، بالمواد التشطيبية فيه، بتأثير أكثر فعالية من الأنظمة اللي التقليدية في التحكم في المرور، فهو يرفع من معدلات السلامة كما ذكرت، الانتباه يرفع من مستوى الانتباه لكل مستخدمين الطريق، وانخفاض نلاحظ انخفاض كبير في معدلات الحوادث والتلوث الصادر من عوادم السيارات والتلوث السمعي، وكما يوصف التلوث البصري من حركة السيارات.